كده احنا هنبدأ الجزء الانجليش من الكتب اللي موجودة عندي في الخطة بتاعة 2021. اعمل باوز للفيديو او ما اعمل كوباية نسكافيه بتاعتك، تعالى اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان لما انزل فيديو جديد تعرف بيه، واكتب بقى ورايا الحاجات اللي هتعجبك عشان تبدأ تدور عليها، سواء اونلاين عايز تقرا بي دي اف ماشي، عايز تنزل تجيبها ككتاب نفسه لو لقيتها في مكان ما هيبقى حاجة كويسة يعني. بس المهم هبدأ بالجزء الأدبي من الإنجليش، وهبدأ بـ سيدهارثا. دي بتاعت هيرمان هيس. دي حاجة نوفل قصيرة جدا، حاجة روحانية، مش روحانية اللي أنا هحضر بيها، لأ، هو هيرمان نفسه بيتكلم عن قصة حياة شخص عزف عن الحياة عموما، وبدأ يتجه إن هو يدور على معاني أخرى للحياة بشكل عام. عارف أنت الحجاج، الشخص اللي هو ترك الحياة، الغنى والعيشة وسط الناس والكلام ده، وبدأ يدور على اللي هو ترو مينينج أوف لايف. فدي حاجة صغيرة، ودي حاجة من أشهر الكتب في المجال ده، أشهر الروايات يعني في المجال ده. بقالي فترة برضو مأجلها، بس قلت لأ كفاية عليها كده يعني. نيجي بعد كده رائعة جيفري تشوزر اللي هي كانتربري تيلز. دي حاجة شبه كليلة ودمنا بتاعتنا كده. جيفري تشوزر كان هو كاتب وروائي انجليزي قديم، عاش في القرن ال 12 تقريبا لو انا فاكر صح، يعني 1300 شوية ل 1400 شوية. هنا بيحكي عن الحياة في انجلترا في الفترة اللي هو كان عايش فيها بنفس الطريقة بالظبط، عن طريق لسان حجاج خارجين من لندن رايحين لكانتربري. فبيوصف لك بقى كل واحد بيحكي حكايته والقصة اللي عنده، وبتختلف بقى حلاوتها ان هي اللغة اللي بيتكلم بيها اصلا تشوزر، بغض النظر عن هي صعبه لان هي ميدل انجلش، فبيتكلم كل واحد بقى بلسانه. هتلاقي النبيل بيتكلم بطريقه مختلفه، البيزنت الفلاح بيتكلم بطريقه مختلفه، وهكذا يعني. فدي من ضمن الحاجات المشهوره جدا في الادب الانجليزي، برضو كان بقى لها فتره مركون على الرف، قلت لا كفايه كده. طبعا واضح ان هي بص طالعه من بق كلب. هنيجي بعد كده لواحد من كتابي المفضلين اللي هو كريس كوزنسكي. كريس بيكتب حاجات ثريلر ميستري واكشن. انا كنت قريت له تقريبا كل الحاجات اللي نزلها قبل كده، دول لسه ما قريتهمش، اللي هم ذا هانترز وبلانتيشن، وعشان زي ما هو واضح كده ان هما الرواية يعني ما شاء الله مليانة. دي من الحاجات اللي انا بحبها جدا. كريس كتب في حاجات بتبقى عارف حاجة زي دان براون كده، حاجات اللي بتمس الاديان والالغاز والحاجات دي. دول ما اعتقدش ان هما كده، دول ممكن يبقوا ميستري بتاع ده اكشن بس، ما يفهمش الحتة التانية، بس لسه برضو ايه هستكشف يعني الدنيا فيهم ايه. عندي بعد كده رائعة سارتر اللي هي نو اكزيت، وشوية مسرحيات تانيين، تلاتة أربعة مسرحيات تانيين تقريبا، تلاتة يعني، هما كده أربعة. دي المسرحية اللي قال فيها لانفير سيليزاتر، اللي هي مع يعني اكسيون الفرنش عندي تعبان شوية، معناها هيل از اذرز، اللي هي أو هيل از اذر بيبل، اللي هي الجحيم هو الآخرون. دي أشهر جملة، أشهر كوت، حتى الشخص اللي كان مالك البتاع قبل هي اغتصب الرواية بالقلم. أنا بكره الحركة دي بس هنعمل إيه بقى. عندي بعد كده Complete Ghost Stories تشارلز ديكنز. تشارلز ديكنز طبعا قريت له حاجات كتير جدا قبل كده وانا صغير يعني، بس ما افتكرش ان انا عدى عليها حاجه رعب ليه يعني، فقلت نحطها من ضمن الحاجات اللي احنا اللي انا هقراها ان شاء الله. معرفش عنهم حاجه بصراحه لسه، برضو هستكشف، بس انا دايما بتشد لاي حاجه رعب فهجرب، ما عنديش مشكله فيهم. بما اننا جبنا سيره الرعب ما ينفعش اعدي لاف كرافت. طبعا لاف كرافت الناس اللي تابعاني من زمان يعني عارفه انا بحبه جدا، ده واحد من اباء الرعب القوطي، الرعب الامريكي. الراجل ده ليه عالم كامل خاص بأساميه بقى، بالانتيتيز، بالكيانات الخاصة هي طبعا مطربة من الركنة، بس شكل الكفر اصلا حاجة رايقة قوي يعني. ونفس الكاتب H.P. Lovecraft برضو، ده كوتولو، كنت انا رسمته قبل كده برضو للناس اللي تفتكر يعني. دي تقريبا 21 قصة قصيرة من الحاجات اللي هو ألفها. ده هارد كوفر باين من صوته، بص حتى شكل الكتاب عامل ازاي. انا اكيد Lovecraft قريت له حاجات كتير من اللي انا هتبقى في الكتاب ده، بس لسه مش عارف ايه اللي موجود، ايه اللي قريته ايه اللي لا، فهعيد عليهم تاني. الاب التاني للرعب القوطي الامريكي إدغار ألان بو، ميجر تيلز اند بومز. ده مش قصص، مش روايات بس، مش قصص قصيرة بس، ده هيبقى فيها برضو بومز من الحاجات اللي هو كان كاتبها قبل كده. إدغار ألان بو من الناس المفضلين بالنسبة لي، قريت له كل حاجة زمان جدا تقريبا، كل حاجة كتبها أنا قريتها، فقلت يعني بما إني بقى لي فترة كبيرة بعيد أرجع تاني أشوف التيلز اللي هنا إيه والحاجات اللي هنا إيه، أستعيد كده ريفريش ماي ميموري يعني. واتعمل فيلم بيزد أون حاجة ليه اللي هو ريفن بتاع جون كيوزاك، عمله من حوالي كام سنة كده وكان لطيف يعني. أخيرا في الجزء بتاع الأدب رائع تولكن ذا سيلماريليان. ده بيحكي عن القصة اللي كانت قبل لورد أوف ذا رينجز. طبعا أنا لورد أوف ذا رينجز ده يعني ماي أول تايم فيفورت، دي الساندرين لغه الجن. ده بيحكي اللي قبل لورد اوف ذا رينجز وقبل ذا هوبت، ميك سنس يعني. ده انا كان بقالي برده فتره كبيره سايبه، قلت لا، بس قلت لا كفايه كده بقى، نبدا ايه نستكشف عالم تولكن تاني. كنت قعدت فتره شغوف بيه جدا، ده من الحاجات برده اللقط اللي عندي اللي انا بحبها، حتى اصلا كفايه الكفر بتاعه يعني.
نيجي بعد كده للجزء بتاع التاريخ، هيبقى يعني ميكس كده ما بين كذا حاجه. بدايه مثلا دي كتب صغيره اللي هي تقريبا مش هتاخد في ايدي مثلا ساعتين، عشان هيبقى فيها صور وانتوا عارفين انا بضعف قدام الصور، 160 صفحه. فده عندي واحد بيتكلم عن وندرز اوف ذا وورلد، طبعا مش السبع المعروفين، لا ده عموما من وجهه نظر الكاتب. بري هيستوريك انيمالز، الحيوانات ما قبل التاريخ، ودينجرس انيمالز اوف ذا سي، دي عن الحيوانات الخطيره اللي في البحر بالصور والالوان، وده بالنسبه لي يعني شيء لو تعلمونه عظيم. فدي حاجات كده برضو من الحاجات اللي مركونة عندي بقى لها فتره، بس قلت لا يعني كفايه عليهم كده. انا اغلب الكتب اللي عندي بقى لها فتره كتيره مركونة، عيب استعيبت يعني. عندي بعد كده شورتند History of England، هو ما يبانش ان هو شورت خالص، بس هو يعني حاجة صغيرة كده. انا ما اعرفش طبعا ده مش جايب الفترة، لا ماشي، هو مش كاتب الفترة من كام لكام، بس ستيل انا بحب تاريخ اوروبا عموما وانجلترا خصوصا. كنت قريت فيه زمان برضو بالعربي، فقلت لا نبدأ نستكشف بقى بالانجليش بقى عامل ازاي. The Saint and the Sultan، ده جميل، شكله حلو قوي، مش جميل كمحتوى، جميل ككفر يعني وصور جوه والكلام ده. انا ما كنتش كاتبه من ديوان، مش فاكر، بس ده بوك مارك من ديوان. ده بيحكي عن ايه، مش هدخل في تفاصيل، بس القديس فرانسيس اوف اسيسي اللي هو ده جه في مهمه في مصر هنا للملك الكامل، السلطان الكامل، اللي هو تقريبا كان رابع السلاطين الدوله الايوبيه. دي فتره الحملات الصليبيه، فده بيحكي القصه بتاعته بقى، اللي هو رحله الحج بتاعته كانت عامله والمصاعب اللي قابلها. وانا الفتره دي ما عنديش عنها معلومات كتير بصراحه، فقلت نستكشف من وجهه نظر الاجانب الفرنجه بيقولوا ايه. ده ميوتنز، عن المتحولون، مش المتحولون بقى مش اكس مان والكلام ده، لا ده عن اللي هو الجينز نفسها. ايه يا عم ده، ماشي، عن الجينز نفسها اللي هي التحورات الجينيه، بس ده برضو حلاوته ان هو في صور، تعرفين انا طفل جدا. ده بينجوين اديشن، انا كنت عملت بوست قبل كده عن الميوتنز بس من زمان جدا، ممكن ابقى اعيد كتابته تاني. نيجي بعد كده ساينز اند سيمبلز ان كريستيان ارت، ده فيه 350 رسمه، ده جميل بقى، ده بيتكلم عن الرموز والعلامات اللي بتبقى موجوده في الفن المسيحي عموما، اللي هو مثلا السيف، الشمس، القمر، كل حاجه من دي. حلاوته في الصور والرسومات دي، حاجه طبعا وهم. طبعا الحاجات دي دلوقتي ممكن نلاقيها اونلاين، بس الكلام ده يعني لما الكتب دي اتطبعت كان صعب انك تلاقي الحاجات دي متاحه بسهوله. نيجي بعد كده لفترة من أكثر الفترات إظلاما في التاريخ الأوروبي، Spanish Inquisition، اللي هو محاكم التفتيش. دول كتابين عندي، واحد هارد كوفر واحد بيبر باك، مش عارف ده فيه صور ولا لأ، ما فيهوش صور. الـ Spanish Inquisition زي ما أغلب الناس هتبقى عارفة اللي بتقرا بتحب تقرا في الحاجات دي، دي الفترة بتاعت محاكم التفتيش اللي الكنيسة كانت عاملاها، أي حد غير مسيحي كان، أو يعني غير مسيحي وفي نفس الوقت بيتم الاشتباه فيه إن هو مهرطق بيمارس السحر أو أي تعليم خارج عن تعليم الكنيسة، كان بيتم زي ما إحنا شايفين حرقه على الحرقة أو الصلب أو الدفن حيا او الغرق او مهما كان بقى الحاجات اللي كانت بتحصل زمان دي. كتابين ثريين بالمعلومات، كنت قريت حاجات متفرقه عنهم قبل كده وقررت ان انا ادخل بقى في الموضوع ده اكتر. Born in Africa، ده بحاجة anthropology، مارتن بيمشي ورا حتة علم الإنسان عموما، اللي هو بيدور بقى على بداية أول ظهور للإنسان كانت فين، في أفريقيا. انت طبعا انتوا عارفين من غير ما أقول، طالما في صور يبقى الموضوع بالنسبة لي هيبقى حلو. لطيف كبداية، ريفيوز عنه حلوة بس لسه ما عرفش عنه أي حاجة، ده ممكن يعجب ناس كتير جدا. Serial Killers، Definitive History of a Phenomenon of a Serial Killer، ده بيتكلم عن القتلة المتسلسلين، ده بقى من ناحية السايكولوجي نفسها بقى، لو أنت بيدخل جوه عقل القاتل المتسلسل ده. أنا قريته مرة زمان أول ما جبته، مش فاكر منه أي حاجة الحمد لله، فقلت نرجع بقى إيه نفتكر تاني. حلاوته إن هو جايب مسرح الجريمة بصور للقتلة نفسهم، حاجة نظيفة جدا يعني. نيجي بعد كده ل Mapping Epidemics Historical Atlas of Disease، ده حاجة لطيفة ما ياخدش ساعة ساعة ونص، بيتكلم عن الأمراض، أشهر الأمراض ظهرت فين بخرايط بقى، بصور، بالمصادر، بالكلام ده كله. طبعا هو مش into details عشان زي ما انت شايف حجمه صغير جدا، بس لطيف ان هو يحطك على أول الطريق. يجي بعد كده ل Natural Disasters That Changed the World، ده واضح ان هو يعني دسم جدا، ومن اسمه هو هارد كوفر مش بيبر باك. حلاوته ان حتى الفهرس مقسم لك الدنيا، ده اللي هو اشهر الكوارث اللي غيرت العالم، مهما كان بقى غيرت العالم من وجهه نظر الكاتب هتبقى عامله ازاي، ده لسه هشوفه ان شاء الله. ده عندي من زمان جدا برضو، ده متقسم لك انشنت وورلد، ميديفال، اند رينيسانس، انلايتند، و 19th century، ومودرن وورلد. يعني بص مقسم لك الدنيا وكل حاجه بقى ايه، بكل ديزاستر او كل كارثه حصلت بصفحاتها، كل تقريبا كل واحده هتبقى مثلا صفحتين ثلاثه، مش كبير يعني. ده برضو انا متحمس ليه جدا، قربنا نخلص خلاص جزء التاريخ ده. نيجي بعد كده لفايكنجز، ده من الحاجات اللطيفه جدا برضو اللي عندي،
اللي طبعا محشي صور. ده بيتكلم عن شعوب الشمال الفايكنجز نفسهم كاثار بقى وتاريخ وكده. انا بضعف قدام الحاجات دي جدا، مش كبير قوي بس يعني ممكن ياخد وقت شويه على اساس ان هو ايه ممكن ادور ورا حاجات من اللي فيها. بما اننا قلنا اتكلمنا عن الفايكنجز فنتكلم عن الكيلتس. دي برضو حضاره في اوروبا شمال اوروبا. انا بحب المزيكا بتاعتهم جدا، الكيلتك ميوزك او السيلت زي ما في بعض الكتب بترجمها. دي نفس الكلام نفس الستايل بالظبط، بس فلان بيتكلم عن حضاره مختلفه بالصور برضو بالالوان بكل حاجه. ده صغير برضو مش هاخد وقت. واخيرا اخر كتاب في الجزء ده Torture Instruments. ده بيتكلم عن ادوات التعذيب في الميدل ايجز في العصور الوسطى بالصور بحاجات بقى انت بتلاقيها اونلاين فاهم. انا موجود عندي في كتاب كله الصور موجوده كل ادوات التعذيب بتاعت زمان. ده تقريبا ده ارن ميدن بالشرح بكل حاجه. هو الكتاب ده ميزته ان هو كمان بالاسبانيول وال بالانجلش يعني عشان هو اعتقد ان هو ممكن يكون مطبوع في اسبانيا Torture Instruments او Instrumentos de Tortura لو انت بقى ليك في الاسبانيول. بس احنا كده خلصنا الجزء بتاع التاريخ. بعد كده نيجي للجزء قبل الاخير في خطه القراءه بتاعتنا. اغلبها ده الجزء هيبقى بتاع الديانات والمعتقدات والاساطير والحاجات دي. بقى لي فتره كبيره يعني ناوي ان انا ادخل في الجزء بتاع الاساطير، فقررت بقى ان كفايه قوي كده. هبداهم بالاساطير الهنديه. ذا ريك فيدا ده بينجون كلاسيكس برضو. صغير ما فيهوش صور كتير بس هيبقى هياخد وقت شويه عشان حته الاساطير بالذات زي ما احنا عارفين بيبقى فيها اسامي الهه كتير ومعبودات وشرح كتير وتفاصيل وممكن يبقى فيها ريفرنس لحاجه ثانيه هقعد ادور وراها وهكذا. فالموضوع بالنسبه لي نوعا ما يعني مرهق شويه بس ممتع في نفس الوقت. ريك فيدا من اشهر الكتب الاساطير الهنديه. لسه مع الاساطير الهنديه برضو والرامايانا. رامايانا بيحكي قصه الامير راما في الانديان ميثولوجي. نفس الكلام هو والمهابهارتا. استنى كده بالمره طالما احنا ماسكين الجزء الهندي وده كمان معانا رامايانا زي ده بالظبط. بس اعتقد ده في صور اكتر يعني ده في صور بالرسومات بقى بالالوان بشرح كل حاجه يعني تحس ان هو يعني سمبليفايد اكتر شويه من رامايانا. دول اللي هم تحس ان هم الف ليله وليله بتاعت الهنود يعني فهمت اللي هو يعني بص ده ضخم شويه مش عارف. هتلاقي في صور برده بس يعني مش بنفس الكواليتي ومش نفس الكميه بتاعت رامايانا. ده قريت منها حاجات مقتطفات مش على بعض فقلت لا كفايه كده بقى يعني نبدا ايه نخش فيهم. والمهابهارتا نفس الكلام ما اعرفش في صور ولا لا استنى كده نشوف. يعني مش قوي مش كتير. الغلاف لطيف جدا بالنسبه لي يعني مش كبير حوالي 200 صفحه يعني 190 صفحه. مهابهارتا برضو بس حاجه تانية نفس يعني طريقه كتابه تانية او طريقه شرح تانية مش هو نفس الكتاب اكيد. انا مش هبقى عندي نسختين من نفس الكتاب بس هتلاقي واحد مثلا بشرح او حواشي مختلف عن التاني. فانا بالنسبه لي ده كده كتاب مختلف هقرا برضو واشوف. ده بالنسبه لي هيبقى اسرع شويه بما اني اوريدي قريت جزء منه. اتمنى انك ما تطلبش مني او ما تستناش مني انا اقول الاسم ده. هو ده ميثولوجي جيرمان ذا نيبلونجن ليد. طبعا انت دلوقتي ودنك بتجدا ده جيرمان ميثولوجي فتره برضو بتاعه الميدل ايجز. عندي بعد كده باليفالا من هو اسمه ملوش ترجمه معينه يعني ده برضو نفس الكلام ايوروبيان ميثولوجي ده 678. ده بيحكي عن الفينيش ميثولوجي اللي هي بتاعت فنلندا برضو حاجه تبع الفايكنج والكلام ده في شكل ابيات شعر زي ما هم عاملينها بالظبط يعني ضخم بس مش مشكله. بما اننا طلعنا على النورس ميثولوجي طبعا لازم جيمن. ده بيحكي عن النورس ميثولوجي من اشهر الكتب اللي كتبت في الميثولوجيا بتاعت ثور واودن ولوكي والكلام ده كله. جبته من فتره كبيره حتى نزلت على الفيسبوك لما جبته فريت فيه كده بس ما قريتوش in details. عندنا بعد كده primitive mythology ده بيتكلم من اسمه عن الميثولوجيا بتاعت القبائل البدائيه عموما ازاي شافوا بداوا فكره الدين تتطور عندهم والاساطير والكلام ده كله. في صور مش كتير بس مش مشكله. عندنا بعد كده myths from Mesopotamia. Mesopotamia اللي هي العراق. فده بيتكلم هتلاقيه عن جلجامش وعن عن جلجامش والطوفان والخلق وهكذا. اساطير العراق ممتعه جدا 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 وشبيهه جدا بالاساطير المصريه القديمه. ده انا كنت درست جزء منه في الكليه بس طبعا مش فاكر الكلام ده. بهاجافات جيتا ده برضو هندي ده صغير جدا ده شبه الحاجات اللي انا وريتها لكم قبل كده. ده مش هياخد ساعه مثلا يخلص في ايدي يعني. كبراناغاست جلوري اوف كينجز. والاس بادج من اشهر الناس اللي بيترجموا الحاجات اللي هي الايزوتريك الحاجات الغريبه دي. الكتاب ده بيحكي عن زياره ملكه سبأ لسيدنا سليمان فده داخل بقى فيه الشرح كله الحكايه بتاعت الجن بقى اللي سيدنا سليمان كان بيأمرهم وجايب المفروض يعني ان هو ذاكر اساميهم بالسجلز بتاع كل جني اللي هو الرمز بتاعه وازاي كان بيتنادى والحاجات بقى فهمت الحاجات اللي هي الغريبه دي. ده برده من الكتب اللي عندي بقى لها فتره كبيره فريت فيه لما جبته بس ما دخلتش فيه بالتفصيل. ده برده متحمس
متحمس ليه جدا. اخر كتاب اللي هو History of the Devil بول كاروس بيتكلم عن تاريخ الشيطان عموما من وجهه نظر طبعا اعتقد المسيحيه، انا مش عارف هو جاي من كل الاديان ولا لا، بس هو اغلبهم عن المسيحيه. واحلى حاجه بقى طبعا عرفنا 350 illustrations، يعني في 350 رسمه، وهتلاقي اغلبها حاجات بقى اللي هي بتاعه العصور الوسطى اللي هو تصور الشيطان، وده شيفا تصور الشيطان في العصور القديمه، وده هو بازوز اللي قلت لكم عليه قبل كده اللي هو الشيطان العراقي القديم. ده كنت لجأت له بعض الاحيان لما كنت بدور على حاجه، لا ما اعتقدش ان هو جايب عن المسيحيه، بس انه حتى ان هو جايب عن المصريين القدماء. قد فاكر الرسمه دي خدتها في البوست بتاع العقد مع الشيطان، نفس الرسمه دي بالظبط. فده بقى من الكتاب من الكتب اللي انا مستني اقراها جدا جدا جدا. لو لقيته بي دي اف اقراه لو انت الانجليش بتاعك كويس، مش عارف هيبقى فيه منه مترجم ولا لا، بس اتمنى يكون فيه منه مترجم. واخيرا لاخر سيكشن معانا في الخطه ده الكتب بقى اللي هي بتاعه الايم، الحاجات الغريبه بقى، النظريات المؤامره والايمان بالفضائيين والمش عارف الحاجات اللي هي الغريبه دي، سيكريت سوسايتيز للمجتمعات السريه الكلام ده. ده طبعا تقريبا من اكبر الاقسام في الخطه بتاعتي بتاعه القراءه. هبداهم ب ذا سكند ميسايا، كريستوفر نايت وروبرت لوما، بيتكلم عن التمبلرز اللي هم فرسان الهيكل، وتورين شراود كفن تورين اللي يقال ان هو كان ملفوف في السيد المسيح، وفري ميزنري اللي هو الفري ميسنز طبعا ده بالصور بقى بكل حاجه، ده كتيب صغير ممكن يتاخد في الجيب كده وانا ماشي في الطريق، ما يغركش ان هو حجمه صغير بس هو لا دسم وهيبقى مليان حاجات كتير لان حتى الفونت بتاعه صغير. ده من الحاجات اللي انا كنت جايبها من بره من زمان، انا ما سافرتش بره بس هم اللي جم يعني طبعا ميك سنس. عندي بعد كده The Magician of the Golden Dawn، ده عن أليستر كرولي. كرولي انا كنت كتبت عنه بوست طويل عريض قبل كده، الساحر الفظيع اللي كان مدوخ ناس كتير جدا، ده ما اعتقدش ان في سوى، بس هو الكتاب نفسه دسم جدا ومليان مليان حاجات كتير، وغالبا هحتاج ادور وراه في حاجات كده هارد كفر. بعد كده كتاب لطيف يعتبر زي معجم صغير للوحوش اللي هي اللي بتظهر في الادب عموما، فانتازموجوريا، ده بقى حلاوته بقى ان هو بالصور، يعني كل عارف تحس ان هو اطلس صغير كده للوحوش والحاجات اللي هو تورين شراود اللي كنا لسه بنتكلم عليه في الكتاب اللي فات، وللحاجات اللي هي الغريبه دي الجولدن ريشيو، الاهرامات، لطيف جدا جدا. والله ما فاكر جبته منين، ده نوستراداموس باين، انا مش شايف من عندي لان انا بكلمك والكتاب بعيد عني. المهم ده برده من الحاجات اللطيفه جدا، ده يعتبر مرجع اكتر منه يعني كتاب قراءة كده، بس انا لازم اقراه عشان اعرف ايه اللي موجود فيه بحيث ان انا لما اجي ادور بعد كده يعني اعرف اذا كان موجود ولا لا. بعد كده نيجي ل Grimoires History of Magic Books، ده كتاب بيحكي عن تاريخ كتب السحر عموما بقى اللي ظهرت عبر الادب العالمي من الكونتنتس بتاعته. لا مش هيبقى واضح الكلام، مش واضح المحتوى عامل ازاي، بس هو انا مثلا جايب لك صور من كتب قديمه، كتب سحر قديمه اللي هي الرسومات اللي كانت فيها بدات من ايه، مين اللي كتبهم وكتبهم ليه وكان بيعتقد في ايه وحاجات كده، يعني برده من الكتب القيمه جدا اللي انا ما شفتوش تقريبا عند حد تاني، بس هو اكيد موجود. يعني نيجي بعد كده بقى للجزء بتاع الانشنت ايليينز او اللي هم الناس اللي مؤمنين بان في فضائيين بيزورونا والكلام ده كله، اشهرهم جراهام هانكوك. ذا ساين اند سيل بيحكي عن ارك اوف ذا كوفيننت اللي هو تابوت العهد، هو مش شرط طبعا يكون يعني ليه دايركت كونكشن مع الايليينز، بس هم في بعض الناس بيعتقدوا ان هو تابوت العهد ده ما هو الا سلاح كان موجود زمان، القدماء كانوا بيستخدموه حاجه يعني نوويه او ذريه او كده، طبعا هم معتقداتهم هم حرين فيها. كتاب ضخم جدا ودسم جدا، جراهام هانكوك من اشهر الناس اللي اتكلموا في الموضوع ده، في كتاب تاني ليه، كتابين كمان ليه هوريهولكم لما يجي الدور عليهم. هنيجي بعد كده ل اوراين ميستري، اوراين اللي هو الحزام بتاع النجوم، الاهرامات مرسومه ليه؟ عشان المفروض ان اللي هو از ابف سو بيلو، الثلاث اهرامات بتوعنا بيطابقوا نفس المنظر بتاع النجوم اللي في السماء. روبرت بوفال من اشهر برضو الاسامي اللي مكتوب اللي يعني بتكتب في المجال ده بتاع اللي هو الالينز والكلام ده، جميل جدا الصور والرسومات شبهه شويه. مارس ميستري ده جراهام هانكوك اهو، اوثر اوف فينجر برينتس اوف ذا جادز، ده برده موجود عندي في الخطه هوريه لكم لما يجي الدور عليه. نفس الكلام ده بقى بيتكلم عن من اسمه كنت هقول لك اهو الكونكشن ما بين الارض والمريخ، يعني ايه هنشوف. ده برده من الحضارات القديمه على اساس ان زمان كان في alien لايف على المريخ وما بقتش موجوده دلوقتي، هو بيستكشف بقى الكلام ده. عندنا بعد كده هارد كفر ذا مسج اوف ذا سفينكس، جراهام هانكوك وروبرت بوفال الاثنين بقى مع بعض بيتكلموا عن الاسرار اللي ما بتتنشرش عن ابو الهول، طبعا ده من وجهه نظرهم برضه مش شرط كل اللي هم بيقولوه يكون حقيقي ومش شرط يكون غلط. عندنا بعد كده زكريا سيتشن ذا 12th
بلانت. الراجل ده يعني بيكتب حاجات كونتروفيرشال كده شويه اللي هي حاجات مثيره للجدل. ده بيدعي ان الالهه السومريه القديمه هو ده زكريا، ما هي الا فضائيين نزلوا في العراق القديم وعلموا الناس سبل المعيشه ازاي والكلام ده كله. جم منين؟ جم من 12th planet اللي هو نيبيرو، لو تفتكروا انا كنت كلمتكم عنه في بوست قبل كده طويل عريض برضو، اللي هم الانوناكي. ده بيتكلم بقى ان ديتيلز شرح هو وصل للكلام ده ازاي وبناء على ايه والكلام ده. عندي ليه كذا كتاب بالمناسبه، بس يعني قلت ابدا ده اول كتاب في المجموعه دي. وادي Fingerprints of the Gods بتاع جراهام هانكوك، ده نفس الكلام بقى، ده يعتبر عن الانشنت ايلينز بقى، بيتكلم عن اللي هو الاثار اللي المفروض انها بتنسب للفضائيين اللي نزلوا في مصر، نزلوا في العالم ولا ايه، سواء بقى يعني هم اللي عملوا بنفسهم او اثروا في شعوب قديمه علموهم حاجات معينه فالشعوب دي ذكرت اساميهم وهكذا بقى. ده برضو حاجه ضخمه جدا، ده من اكتر حاجات هتاخد مني وقت تقريبا في القراءه. نيجي بعد كده ل اوبوس دي، الناس اللي اتفرجت على دافينشي كود اوبوس دي ده اللي هو كان فيها سايلس اللي هو الشخص الالباينو اللي كان بيعذب نفسه وبيضرب نفسه بالحديد والكلام ده. دي منظمه سريه كانت المفروض انها بتتبع اوامر الكنيسه، يعني حاجات تبع الفري ميسنز والكلام ده. ما عنديش فكره قوي ان ديتيلز اكتر من الفيلم، وطبعا الفيلم انا ما اقدرش اثق فيه واخده كمصدر لمعلوماتي 100%، فعشان كده قررت ان انا ابدا اشوف ايه الكلام بيعملوا ايه، اوبس دي بيعملوا ايه. الحاجه اللي قبل الاخيره معانا في المجموعه الا وهي ماجيك ويتش كرافت اند ريليجن، ده حاجه تقيل شويه، كتاب تقيل بيتكلم عن من اسمه السحر والشعوذة والدين. لا انا زعلان ما فيهوش سوى يعني ففي حاجه فلت ماشي. ده انا مش فاكر كنت انا شاريه ولا كان جالي هديه، ده برضو من الحاجات اللي انا حاططها في الخطه السنه دي ان شاء الله. واخيرا الناس اللي شافت فيلم بارانورمال اكتيفيتي الجزء الاول، ده الكتاب اللي كان معاهم ديفلز ديمونز اند ويتش كرافت، ده انا جايبه تقريبا مخصوص عشان الرسومات، رسوماته مش طبيعيه، ده اللي شدني ليه اصلا في الفيلم. دي الرسومات كلها بقى اللي كانت طالعه في ده بفهم تمام. برضه بيتكلم عن الـ الشياطين والحاجات الكائنات الشريره اللي كانت ناس بتعبدها زمان والحاجات دي. ده مين انا جايبه عشان صور، والله صور ولوحات فنيه مش طبيعيه. بس ده مش كبير، ده مش هاخد وقت طويل لان اغلبه صور فهيبقى اي كاندي كده متعه الواحد يتفرج عليه. انا كده خلصت، دي كده كل الكتب اللي موجود عندي. ان شاء الله في الخطه 90 كتاب زي ما اتفقنا، مش كتير بس يعني مع زي ما قلنا مع الوقت ان شاء الله ممكن ازود فيهم حاجات.